نبوءة زوال كيان إسرائيل. في رد فعلها الهستيري على خسائر اليومين الأولين من حرب أكتوبر 1973، عبرت رئيسة الوزراء جولدا ماير عن خوفها بالقول: "هذا خراب الهيكل الثالث"، مستحضرة نبوءة قديمة عن زوال المماليك اليهودية. وتؤمن أغلبية القيادات الإسرائيلية والجمهور الإسرائيلي بلعنة عقد الثمانين، حيث تشير الروايات الإسرائيلية إلى أن أغلبية ممالك بني إسرائيل بعد النبي سليمان انهارت خلال العقد الثامن، فيما سيحل هذا العقد الثامن سنة 2027، أي أن عمر إسرائيل لن يدوم أكثر من 80 عاما، وسيكون قبل 14 من ماي سنة 2028، إذ تأسست إسرائيل يوم 14 ماي 1948. ويشير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك نفسه إلى ذلك بقوله في مقال بصحيفة يدعوت أحرونوت: "على مر التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا في فترتين، فترة الملك داود وفترة الحشمونائيم، وكلتا الفترتين كانت بداية تفككها في العقد الثامن، ويتوجب استخلاص العبر من التشرذم والانقسام الذين عصفا بممالك اليهود السابقة والتي بدأت بالاندثار على أعتاب العقد الثامن". وإذا كانت هذه النبوة تعيد الانهيار إلى أسباب داخلية، فإن الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها المؤسسات الإسرائيلية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والانقسام غير المسبوق في المجتمع الإسرائيلي وحالة التوتر والإحباط والخشية من تفكك الهوية والقلق الوجودي، إضافة إلى الحرب بمفاعيلها غير المسبوقة، تدفع الإسرائيليين إلى البحث عن ملاذات أخرى آمنة. ومن المرجح أن ترتفع موجات الهجرات العكسية بوتيرة غير مسبوقة بناء على تلك النبوءات التي تثير رعب الإسرائيليين والتي يعززها الواقع. ويشير الباحث الفلسطيني جورج كارزم في كتابه الهجرة اليهودية المعاكسة ومستقبل الوجود الكولونيالي في فلسطين الصادر سنة 2018، أقول إلى أن أكثر من نصف اليهود الإسرائيليون أعلنوا في ظروف سلمية أنهم يفكرون بترك إسرائيل. أما في ظروف الحرب مثل التي تجري حاليا، أو في ظروف مواجهة طويلة الأمد مع إسرائيل وفقدان أسباب البقاء، فإن هذا العدد سيتضاعف. وفي حال نفذ نصف العدد المذكور فكرتهم في الهجرة العكسية، فإن إسرائيل ستفقد عمليا ربع سكانها، مما يعني تآكل إسرائيل وتفوق السكان العرب تدريجيا بفعل الزيادة السكانية المرتفعة لديهم. وقد نجحت عملية طوفان الأقصى كما كل الحروب السابقة في كشف عوامل القصور والضعف في بنية إسرائيل بتهشيم الواجهة الهشة التي كانت تعتمد عليها، وبفعل صدمة 7 أكتوبر وتفاقم المشاكل الداخلية ونزيف الهجرة العكسية، تذهب إسرائيل إلى الفراغ، فلا استقرار ولا أمن ولا ازدهار يدعو للبقاء، وفي ذلك زيادة لعوامل الانهيار الداخلي لبنية وجودها الأساسية.